ظهرت العديد من الأفكار والآراء عن نشأة ونهاية الكون، بعضها يعد أساطير وأوهام، وبعضها الآخر أصبح أفكار غير منطقية بالمرة، وبعضها نظريات قد عفى عليها الزمن، حتى احتار العديد من الناس أيهم الصواب وأيهم يصدق. فهل هناك تفسير علمي موثق لنشأة ونهاية الكون؟ ابقى معي للنهاية لأني سأجيبك بالتفصيل. النظرية العلمية الحديثة التي تفسر أصل الكون وكيفية نهايته ولاقت رواجا وتأييدا كبيرا بين العلماء هي نظرية الانفجار العظيم. في عام 1927 وضع جورج لوميتر نظرية الانفجار العظيم، والتي تفسر أصل الكون، وهي عبارة عن حادث كوني وقع منذ ما يقرب من 14 مليار سنة، عندما كان الكون كله مضغوطا ومنكمشا على نفسه في جزيء ذري واحد بشكل نقطة واحدة أطلق عليها العلماء اسم الذرة البدائية. حجم هذه النقطة كان يساوي صفر، وكتلتها لا نهائية، يمكن أن نقول أصغر من حبة العدس وأثقل من الأرض والشمس بمليارات المرات. نشأة الكون ومراحل الانفجار العظيم. المرحلة الأولى، الانفجار العظيم. منذ ما يقرب من 14 مليار سنة وقع انفجار هائل في تلك الذرة البدائية التي كانت تحتوي على مجموع المادة والطاقة اللازمة لنشأة الكون. المرحلة الثانية، تكون أجزاء الذرات. في اللحظات الأولى من الانفجار الهائل ارتفعت درجة الحرارة إلى عدة تريليونات، حيث خلقت فيها أجزاء الذرات، ومن هذه الأجزاء خلقت الذرات، وهي ذرات الهيدروجين والهيليوم. المرحلة الثالثة، تكون الغبار الكوني أو أعمدة الدخان. من هذه الذرات الهيدروجين والهيليوم تكون الغبار الكوني أو السديم، وهي عبارة عن أعمدة الدخان والغبار. المرحلة الرابعة، تكون المجرات. من هذا الغبار الكوني أو أعمدة الدخان تكونت منه المجرات، ومنها مجرتنا درب التبانة. المرحلة الخامسة، تكون النجوم والكواكب. من داخل تلك المجرات تكونت النجوم والكواكب، ومنها كوكبنا الأرض، وما زالت النجوم والكواكب تتكون إلى يومنا هذا. المرحلة السادسة، تمدد الكون وتوسعه. ومنذ ذلك الحين كان الكون وما زال في حالة تمدد وتوسع. المرحلة السابعة، نشأة مفهومي الزمان والمكان. بالإضافة إلى ظهور جزيئات ذرية جديدة، أدى الانفجار العظيم أيضا إلى وجود مفهومي الزمان والمكان، اللذين كان يستحيل الحديث عنهما قبل وجود المادة، إذ بالانفجار يبدأ الزمان والمكان، ولا ترى الفيزياء زمنا قبل الانفجار العظيم، فقد بدأ به الزمن من وجهة نظر الفيزيائيين. نهاية الكون. لقد طرح العلماء ثلاث احتمالات لنهاية الكون. النموذج الأول لنهاية الكون، الكون المفتوح، ويتوقع فيه العلماء أن الكون سوف يستمر في التوسع إلى ما لا نهاية، وذلك بافتراض استمرار قوة الدفع إلى الخارج بمعدل أقوى من قوى الجاذبية التي تشد الكون إلى الداخل في اتجاه مركزه. وإذا استمر الكون في التوسع، فإن مجموعات وعناقيد المجرات سوف تتباعد عن بعضها البعض، وفي النهاية كل مجرة سوف تكون وحيدة في الفضاء الفارغ، ولكنها لن تبقى على ذلك طويلا، حيث تتباعد النجوم هي الأخرى عن بعضها،
وسوف تحرق النجوم وقودها وتنطفئ تاركة وراءها حجارة شديدة البرودة. هذه العملية سوف تستغرق زمنا لا يمكن تصوره، ولكنها سوف تحدث في النهاية، وعندها لن يبقى في الكون سوى مجموعة من العناصر الابتدائية الغير مستقرة، وطاقة الكون سوف تتوزع بشكل غير متساوي ضمن حرارة شديدة الانخفاض. ومع استمرار توسع الكون فإن هذه الحرارة سوف تنخفض، وسوف يصبح الكون أكثر خلوا وبرودة، ويسمى هذا السيناريو بالموت الحراري للكون. النموذج الثاني لنهاية الكون، الكون المغلق. ويتوقع فيه العلماء أن الكون ستتباطأ سرعة توسعه مع الزمن، لأن الحسابات الرياضية تشير إلى أن معدلات التمدد الكوني عقب عملية الانفجار العظيم مباشرة كانت أعلى بكثير من معدلاتها الحالية. ومع تباطؤ سرعة توسع الكون تتفوق قوى الجاذبية على قوة الدفع نحو الخارج، فتأخذ المجرات بالاندفاع نحو مركز الكون بسرعة متزايدة جامعة مختلف صور المادة والطاقة، فيبدأ الكون في الانكماش والتكدس على ذاته. ولتوضيح ذلك يمكن أن نفترض أن هناك سفينة فضائية تريد الانطلاق من على سطح الأرض. إذا كانت السفينة لا تمتلك السرعة الكافية التي تمكنها من تجاوز الجاذبية الأرضية، فإنها في النهاية سوف تسقط وتتحطم، وهذا مشابه لحالة الكون المغلق. تقول نظرية النسبية العامة لأينشتاين أن معدل توسع الكون يتباطأ بتأثير الجاذبية المتبادلة لجميع الأجسام بداخله، وأن استمرار التوسع إلى الأبد يعتمد على وجود كمية من مادة كافية لتعكسه. إذا كانت كثافة المادة داخل الكون أقل من القيمة العاكسة فإن الكون سوف يستمر في التوسع. لكن من الناحية المقابلة إذا كانت الكثافة أعلى من القيمة العاكسة فإن قوة سحب الجاذبية سوف تصبح في النهاية كافية لتوقف التوسع، ثم يعود الكون لينهار على نفسه ويتقلص. كلا من المكان والزمان سوف يتجمعان معا حتى تتلاشى كل الأبعاد أو تكاد، وتتجمع كل صور المادة والطاقة المنتشرة في أرجاء الكون حتى تتكدس في نقطة متناهية في الضآلة تكاد تصل إلى الصفر أو العدم، ومتناهية في الكثافة والحرارة إلى الحد الذي تتوقف عنده كل قوانين الفيزياء المعروفة، أي يعود الكون إلى حالته الأولى، وتسمى عملية تجمع الكون وعودته إلى وضعه الأصلي بنظرية الانسحاق الكبير. النموذج الثالث لنهاية الكون، الكون المتذبذب. ويتوقع فيه العلماء أن الكون سيبقى متذبذبا بين الانسحاق والانفجار، أي بين الانكماش والتمدد، في دورات متتابعة ولكنها غير متشابهة إلى ما لا نهاية، وتبدأ بمرحلة التكدس على الذات ثم الانفجار والتمدد ثم التكدس مرة أخرى وهكذا.